بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أنا على قناعة تامة بأن الحلقة الأولى في الدعاء انقطعت أو انقضى وقتها دون أن تكمل الهدف منها، ذلك لأن ما تشتاقون إليه نشتاق إليه، وذلك أيضا لأن الله تعالى علمنا كيف ندعو، فنحن عرفنا أهمية الدعاء، لكن كيف ندعو ومتى ندعو هذا ما سنسلط الضوء عليه، وبماذا ندعو أيضا حتى لا يذهب دعاؤنا سدى. ننتقل إلى التعريف بضيوفنا قبل أن نلج في إكمال حلقتنا. فضيفنا الأخ العزيز عبد الله الصلاحي، والأخ الكريم عبد الغني بن لادن، والأخ الشيخ عبد الله النهاري، والأستاذ صادق الحسيني، والأخ سمير الحكيمي، والأخ عبد القادر القاسمي. أهلا وسهلا بكم، كما نرحب بكم أعزائي المشاهدين. ونحن تحدثنا عن موضوع الدعاء وأنه مخ العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنبياء الله ورسله دعوا الله تعالى، فهذا إبراهيم عليه السلام ويقول: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وهذا موسى عليه السلام يقول: واحلل عقدة من لساني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والأنبياء جميعا دعوا رب العالمين وأرحم الراحمين، ولا يتسع المقام لذكر دعاء الأنبياء، وهو موجود في القرآن والسنة. أما كيف ندعو الله، فإن الله أمرنا بالدعاء ثم علمنا كيف ندعو، والقرآن مليء بألفاظ الدعاء. ففي سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت تقرأ القرآن وأنت تقرأين القرآن، يا حبذا لو نمر بكل آية دعاء فنتوجه إلى القبلة وندعو الله بهذا الدعاء الذي نقرأه في القرآن. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن يقرأ القرآن، إذا مر بآية دعاء دعا، وبآية جنة سأل، وبآية عذاب استعاذ، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. إنها قراءة التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعلمنا سبحانه وتعالى أن نقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا من لدنك رحمة، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من الصالحين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وهذا يعني وهؤلاء أنبياء الله يدعون أيضا لأنفسهم ويدعون لأقاربهم وأبنائهم وذرياتهم، ويسألون الله صلاحهم في عاجلهم وآجلهم، ويدعون لأقوامهم وعلى أقوامهم، فيدعون الله رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع حديث طويل وذو شجون، وأريد أن أسأل أخي الكريم المسلم المستمع: ما هو الدعاء الذي تدعو الله به؟ أنا صدقوني لا أريد أن أقفل هذه الحلقة إلا بعد أن أتأكد وأطمئن، لأني أحبكم في الله وأعتقد أنكم تحبوننا في الله، لنلتقي في ظل عرش الله يوم القيامة، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرغ عليه. ولأني أحبكم في الله أتمنى وأرجو ألا نغادر هذه الحلقة إلا ونحن نحفظ دعاء،
ونحفظ أولادنا وبناتنا ونساءنا، وأدعية ولو قصيرة. عائشة تقول: يا رسول الله ما أدعو إذا جاءت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما هو الدعاء المحبب لك؟ ما هو الدعاء الذي تكرره دائما؟ قل لي. تقول لي: ما أحفظ شيء. مستحيل، كيف تدعو الله؟ ما ليس بالضروري السجع والطول والعرض. وأنا أترجى أئمتنا خصوصا في رمضان أو في غير رمضان ألا يطيلوا بالدعاء، وأن يبتعدوا عن السجع الممل المخل، وأن ندعو بالمأثور في القرآن والسنة. يكفي، يكفي في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ما يكفي الدعاء المختصر المفيد الذي فيه استحضار القلب وخشوع ولين الجسد والتذلل لله مصحوب بدمعة إن استطعت. ادعوا الله وتباكوا. فما هو الدعاء؟ حلقتنا كلها وبرنامجنا كله لهذا الشهر حول هذا الموضوع، هذا الدعاء. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال بعض شراح الحديث: هل لأن معاذ كان يدعو مع رسول الله، أو لأن الرجل كان يصلي خلف معاذ فهو إمامه في الصلاة؟ فقال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. حديث رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. حولها ندندن، اخترنا هذا العنوان للحلقات كلها وللبرنامج كله، حولها ندندن. الرجل يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فما هو الدعاء الذي تحفظه؟ ما هو الدعاء الذي تحفظينه؟ أترك الإجابة لكم وأنتقل لضيوفي الأعزاء حول الدعاء. كيف نجمع بين الدعاء واستحضار القلب؟ نعم، طبعا ما تفضلت به حول الدعاء، وكما ذكر الإخوة أيضا في الحلقة السابقة، أن الإلحاح بالدعاء يرغبه الله عز وجل: ادعوا وألحوا على الله بالدعاء. فيعني حري بكل مسلم أن يقرع باب السماء، أن يقرع باب السماء وأن لا يتردد. ذلك لأن الله عز وجل قد أمرنا وطلب منا أن ندعو: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان. الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الله يتحبب إلينا، فما علينا إلا أن نتقرب إلى الله عز وجل بقضية هذا الدعاء. والقصص كثيرة، يعني يونس عليه السلام أو عندما غرق في البحر دعا الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وفي بطن الحوت فاستجاب الله عز وجل فنجاه. والقصص كثيرة، في ظلمات ثلاث فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت. نعم. وأيوب: ربي إني مسني الضر، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي إني مغلوب فانتصر. نوح عليه السلام يقول: ربي إني مغلوب فانتصر. الله أكبر. لنا في الصحابة، يعني والصحابة والتابعين أسوأ الحسنة لهم في هذا. في أبو مسلم الخولاني عندما جاء إليه يقول: نريد جيوش. قال له أصبع أحد التابعين خير لي من ألف جيش، وهو يبتهل بي الله عز وجل. نعم، جزاك الله خير. أعتقد أنك وعدتنا بقصة أذكرها إن شاء الله. يعني حقيقة أنتم طرقتم موضوع يعني ذو شجون، وهو العلاقة بيننا وبين الله عز وجل التي لا تنقطع. يعني قد يمرض الإنسان، قد يسافر فيترك بعض الأعمال، وقد يذهب هنا أو هناك، لكن الدعاء سيظل معه سلاح الله يتقدم به لله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخيفا ودون الجهر. فالدعاء سيكون في أوقاتنا كلها، كما ذكر في الآية: يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم. سيظل هذا الإنسان لا غنى له عن هذا الدعاء، ولكن يحتاج إلى أن يثق باستجابة الدعوة، يحتاج إلى أن يكون كما أشرنا إلى بعض الملاحظات السابقة من حيث يصحح نفسه وعقيدته ومأكله ومشربه، ويتقي الله سبحانه وتعالى ويختار الأوقات المناسبة لهذا الدعاء.
التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمنها هذا الثلث الأخير من الليل عندما ينزل الله عز وجل. يعني عجب لمؤمن أو لمؤمنة، مسلم مسلمة، بشر في هذا الكون، عجب لهذا الإنسان وهو يرى ويسمع ويثق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله، نعم. فيقول يا عبدي نعم. موجود، تبغى تسأل، تبغى تطلب شيء، تبغى تتمنى شيء، يعني الغني يعني يعرض على الفقير. نعم، يعني 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 عجبا لهذا الإنسان الذي يتكاسل عن هذه اللحظات. جارية من الجواري قامت في الليل تصلي وتقول اللهم بحبك لي استجب دعائي، أو بحبي لك، بحبك لي، اللهم إني أسألك بحبك لي أن تستجب دعائي. فيأتي سيدها فيقول كيف عرفت أن الله يحبك؟ ما الذي جرأك تقولي هذا الكلام؟ يعني كيف يحبك الله؟ قالت الذي أيقظني لقيام الليل وأنامك يحبني. فالله عز وجل يحب العبد الذي يقوم إليه، ويحب العبد الذي ينوي العمل الصالح. ذلك قال حتى إذا نام هذا العبد. القصة التي وعدتكم بها هو أن الإمام أحمد رحمه الله، وتعلمون أن العلماء ما كانوا يفرحون عندما يعرف الناس بسيرهم ومجيئهم وبيعهم وشرائهم، والله يعني أنا الشيخ الفلاني والإمام الفلاني أبغى أشتري منك شيء، يقوم يعطيه بنصف السعر، إذا سافر يركب بلاش، وإذا مشى الشيخ لا ما كانوا يعني لا يسترزقون بدينهم. قالوا نحن لا نشتري بديننا ولا نسترزق بديننا، إنما بأموالنا. فإذا به يصل إلى مكان فدخل في المسجد فأراد أن ينام بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر أو إحدى الصلوات، فأخرجه الحارس يسحبه يقول له أخرج من المسجد، يقول أريد أن أرتاح، أريد أن أنام بعض الوقت، أنا متعب. قال فسحبه وأخرجه إلى خارج المسجد. فجاء خباز مسكين بسيط هكذا، رحم هذا الرجل الكبير السن المسكين كذا، فأخذه وذهب به إلى مخبزه، جلس في مكانه في مخبزه، وتمدد هذا الشيخ والرجل يخبز ويشتغل ويقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. فسمعه يكثر من الاستغفار، وهذه فائدة من فوائد الاستغفار. فيقول يا هذا أنت تدعو الله بأشياء؟ قال نعم. قال هل يستجيب لك؟ هذا الإمام أحمد الآن يتحدث، هل يستجيب لك دعاء؟ قال نعم، ما دعوت الله دعوة إلا واستجاب لي. قال هل من دعوة لم يستجيبها لك؟ قال نعم، إلا دعوة واحدة لم يستجيبها الله لي. قال وما هي؟ قال دعوت الله أن يرني وجه أحمد بن حنبل فلم أره إلى الآن. قال ها أنا ذا جئت إليك مسحوبا، جرني الله إليك جرا، يعني وجئت إليك. يعني الاستجابة الدعوة. بارك الله فيك يا أخي سمير. طبعا كما قال شيخنا استحضار القلب في الدعاء، ومن ذلك أن استحضار القلب هو شرط في الدعاء. فعندما تدعو الله لازم أن يكون عندك يقظة في الضمير، عارف وش تدعو الله عز وجل، حتى أن يكون السبب. الواحد يعني لو قطعت كلامك يتحدث مع بشر قد يكون مسؤول أو كذا، ما تتكلم معه أنت سارح أبدا. أحسنت. قلبك حاضر، وبعد تخرج من أنت توصف وجهه وحركاته وإيش كان يقول وإيش تحرك وإيش الكلمات، ويعرق بعضهم يعرق ويصفر وجهه راجل يعني ما لك أنت أمام الشاشة هذه كم صفرنا وخضرنا يعني دعونا نكون واضحين. يعني أنت تسأل الله وتدعو الله، يعني فلا يعني من غير المعقول أن تسأل حي قيوم فلا تقبل عليه، أقبل عليه بقلبك يستجيب دعاك. نعم أحسن. كمان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة، فهذا برضو من الإيمان أنك تكون موقن في الإجابة عندما تدعو الله عز وجل، يعني تدعو وأنت متأكد أنه يستجيب. فالحديث قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقول أحدكم أن تغفر لي، إنكم تدعون سميعا مجيبا، قل يا رب أعطني، ما تخير الله لأنه قادر على كل شيء. فأنت تدعو وأنت موقن لأنه يستجيب. كذلك أن إيقاظ الهمة في الشدائد، أن في الشدائد تستيقظ القلوب وتستيقظ الأفئدة فيستجيب الله عز وجل. في الشدائد تدعو الله عز وجل يستجيب دعاك، لأن الضمير يكون في حالة يقظة، تروح الغفلة، فمن أسباب عدم. وأيضا يذهب حتى الرياء والسمعة، لأن المضطر ما عاد في وضع يراعي الناس، عاد في وضع من ينقذه مما هو فيه، فيتجه إلى الله فيكون أقرب إلى الإجابة.
أحسنت. لو ننتقل للأخي عبد الغني، نعود هذه المرة بهذا الشكل يعني. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نتكلم عن الدعاء وهو السلاح الذي تملكه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عندما في غزوة بدر كانوا القايد، كيف يسوي القايد الآن؟ يعد الجيوش، يوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان يمد يده لله سبحانه وتعالى، يتضرع بين يد الله. هو السلاح الذي غفلنا عنه اليوم. قد يتكلم شباب المسلمون كيف ينتصر المسلمون وهم لا يملكون السلاح. كيف لا نملك سلاح؟ نحن نملك أعظم سلاح وهو الدعاء. لأننا ندعو من؟ ندعو إذا من أراد، ندعو الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبالمناسبة هذه الملاحظة، الدعاء لا يمنع من الأخذ بالأسباب. نعم. فإذا أردت الله أن تكون تاجرا فادعو الله أن يرزقك، وبكر الصباح وافتح المحل ونظم حسابات دقيقة. ما تأكل لا تعرف ما بعت وما اشتريت وتقول أنا سألت الله وما استجاب. إذا أردت ولدا تزوج ثم اسأل الله. إذا أردت علما ادرس وتعلم ثم اسأل الله أن يعينك. ربي زدني علما، ولكن سلك طريق العلم. من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأحسنت، يعني الأسباب لا تتنافى. يعني ما أحد يقول أنا دعوت فلم يستجب الله. الله الذي تدعوه قد وضع الأسباب فيك، رزقك القدرة على الفعل، والقدرة على الفعل هو من كرمه سبحانه، وهو السلاح الذي يتميز به عن بعض الأمم. والرسول لما دعا في المعركة دعا وقد جهز الميمنة والميسرة وجهز الجيوش وعد العدة وعرف أخبار العدو أيضا، كم ينحرون، كم عددهم. لما استكمل الأسباب المادية رفع يديه إلى السماء ودعا الله، دعا الله، دعا الله، حتى سقط الرداء وظهر بياض إبطيه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه، أو ما معنى الحديث، أهون عليك رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. يستغيث الله ويسأل الله. لكن أمتنا اليوم تسأل الله نعم، ولكن لا تزال مقصرة في الأخذ بالأسباب، أسباب القوة المادية والقوة العلمية والقوة الاجتماعية. نحن بحاجة إلى أن نطرق، نريد أن ندفع شبابنا إلى أسباب العلم وامتلاك العلم. الأرض لا تزرع بدعاء صاحبها بدون أن يبذر البذرة ويسقيها ويحرثها ويتعب فيها. أمتنا تريد عزا، تريد مجدا. نحن مليار ونصف مليار مسلم في العالم، بدون وزن، بدون كرامة، بدون قيمة. نحن نريد أن نؤثر في العالم. لا يمكن أن نؤثر إلا إذا امتلكنا تلابيب يعني وزمام العالم. هذا زمام العالم بالعلم، زمام العالم بالإيمان، بالقيم، بالأخلاق، بالحضارة. هذه زمام الحضارة. ثم ندعو الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الله سيعين ويقوي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبرضه الدعاء قد يتكلف بعض الدعاء في الدعاء. في الدعاء هو ما جاء به أفضل الدعاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. جوامع الدعاء، جوامع الدعاء، العفو والعافية، العافية في كل شيء والعفو في كل الأمور. يا سلام، عليه الصلاة والسلام. أخي صادق، جزاك الله خير، بارك الله فيك أخي عبد الله. حياك الله. إذا كان الدعاء مفتاح من مفاتيح الجنة، فإن للدعاء أيضا مفاتيح حتى يستجاب عند الله تبارك وتعالى. وأهم هذه المفاتيح طاعة الوالدين أو بر الوالدين، وخاصة الأم. فهذا أويس القرني الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي، وأتى في عهد التابعين، يأتي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويبشر بأنه مستجاب الدعوة. لأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من رأى منكم أويس القرني من قرن اليمن فليطلب منه أن يدعو له فإنه مستجاب الدعوة. فظلوا منتظرين حتى جاء في عهد عمر، فسأل عمر الحجاج، أفيكم أويس القرني؟ قالوا إنه يرعى الجمال، ماذا تريدون؟ قال أريد أن أراه. جاء بعد القافلة يرعى لهم الجمال، فأخذه عمر رضي الله عنه وقال له ادعو لي. قال كيف أدعو لك وأنت أمير المؤمنين؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من رأى منكم أويس فليطلب منه أن يدعو له فإنه مستجاب الدعوة. وكان سبب هذه الاستجابة أنه كان بارا بأمه. يا سلام، سببها البر بالأم. فهنيئا لكل بار وبارة. نعم، بأمهم وأبائهم. ونطلب من أمهاتنا أيضا أن يعني إن قصرنا أن يسامحين ويدعين. هذه دعوة، دعوة مننا جميعا للآباء والأمهات أن يعني يرضوا عنا وأن يسامحونا وأن يعفو عنا. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيضا من المفاتيح السجود، فأقرب ما يكون العبد إلى الله تبارك وتعالى وهو ساجد، فليدعو الله عز وجل بما شاء. وكما ذكر الأخ عبد الله أن صحابة رسول الله كان يدعو الله وهو ساجد أن يرزقه الله ملحا
وكان أيوة. عليه الصلاة والسلام يقول يكثر من في سجوده فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أرجو أن نحفظها، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أيوة. هذا كان يكثر وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. ومن المفاتيح أيضا الإيقان والإجابة، أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة. كما ذكرها الأخ أيضا الدعاء سيد الاستغفار، إذا أردت أن تستغفر الله عز وجل فادعو، فالدعاء سيد الاستغفار، وخير الدعاء كما جاء في الحديث قول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يقودنا إلى الحديث عن أذكار الصباح والمساء. نعم. أذكار الصباح والمساء، وأتمنى أن نحفظ أبناءنا وبناتنا، كنا نتمنى ولا زلنا من القائمين على المدارس أولاد وبنات، يعني مثل ما نقول نشيد الصباح والنشيد الوطني، نتمنى أننا كل يوم نردد لطلابنا في طابور الصباح دعاء، ولطالباتنا دعاء، دعاء كذا نردده، الطالبة تقرأه والطلاب يرددوا عشان يحفظوا، كل يوم يحفظوا دعاء، ولو نعمل شعار دعاء الأسبوع نعمله نردده في الطابور ونكتبه في لافتات، ونجعل طلابنا في آخر الطوابير الصباح يقولوا دعاء، دعاء واحد بس عشان يحفظوا ويركزوا، والطلاب يرددوا هذا الدعاء. طلابنا في الجامعات والكليات نريد أيضا أن يتعودوا ويفتتحوا يومهم، والدكاترة أندبهم لأن يبدأوا يومهم بدعاء يقرأوا والطلاب يحفظونه ويرددونه. يا أخي نريد نحن أمة الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يجيب هذه الأمة ويجيب من دعا سبحانه وتعالى. نتمنى أنه الآباء والأمهات في بعض القنوات أشكرها التي تعرض دعاء الصباح والمساء على شاشتها قبل المغرب وبعد صلاة الفجر، أتمنى من الآباء والأمهات اللي عندهم أطفال يجمعوهم ويرددوا معهم هذا الدعاء، لأنه يوميا سيحفظ هذا الدعاء. مشكلة بعض الشباب حتى الملتزم، يعني بعض الأحيان كلنا نقصر، ما نقدر إلا إذا كنا في نشاط دعوي أو في رحلة أو في من يذكرنا، لكن يستنكف البعض، يطلع السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا، كل الركاب يلفتوا عليه يقول لك معنا راكب مطوع، ليش يعني هذا هذا ما هو هذا، الله تعالى يقول لتستووا على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تأكل وتقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، لفتوا عليه قالوا هذا مطوع، لأنه العرف يقول اغرم لأهل الزاد وعوضهم بخير. يا أخي ما محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام سيد الحكماء والعلماء، فيقول أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا، أكل أطعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وذكركم الله بمن عند. فالحياة كلها ذكر، إذا صعد الواحد مننا يركب الطائرة قبل أو يطلع الجبل الله أكبر، وإذا على كبر، وإذا يعني نزل سبح عليه الصلاة والسلام، إذا رأى الهلال، إذا لبس الثوب، إذا دخل البيت، إذا دخل الحمام، إذا خرج من الحمام، إذا أكل، إذا فرغ من أكله، إذا نام، إذا قام من منابه، إذا لبس، إذا خلع، إذا دخل على أهله، إذا أتى أهله، إذا رأى مصابا، إذا رأى يعني مضرورا، إذا وجد عدوا، إذا لقى عدوا، يعني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. حياة النبي تكون كلها دعاء وذكر. إذا يا رجل شبابنا وشاباتنا أمام المراية واصل، ومراية بالسيارة، ومراية في البيت، ومراية في الدكان، ومراية بجيبه بالمشاط، ما ينسى أنه يقول والله لو تصلحت أو تصلحتي ليل ونهار، أنه اللي أراد الله له يقع سيء سيء، ولو تجمل أن الله يقبحه إلى الخلق. يا أخي أقل شيء تمر في المراية وقل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، ما هوش أنت اللي رسمت صورتك، والله أن بعض الناس لا يوجد فيه ملامح جمال لكن الله يحببه إلى القلب فتريد أن تضعه في رأسك، وبعض الناس يبهرك بشكله فهو كالبيضة في قرشتها، الخارج أبيض والداخل جيفة. ما المحبب هو الله، والمجمل هو الله، والمزين هو الله، إنما صلح وأصلح والدهن والطيب وتعطر وقل يعني هكذا اللهم كما حسنت خلقي فحسن، دعاء في كل الأحوال. أنا أذكر نفسي والسادة المشاهدين وإخواني جميعا بمفتاح آخر وأختم به، وهو قبل يختصر الأستاذ، نعم قبل الإفطار، نعم دعاء قبل الإفطار، قبل الإفطار، نعم أنه لأنه للصائم دعوة لا ترد، لا ترد، أحسنت خلاص. نعم في بعض الناس لو إذا الشيء اللي يبغاه هو صعب خلاص ما عاد يفكر فيه، ما عاد يدعي الله، فهذا هو هذا الشيء هو الذي لازم أن يعتقد الإنسان أن الله يقدر على كل شيء. نعم. فإذا اعتقد أن الله يقدر على كل شيء فإن الله سوف يحقق
له ما يريد. أنا عند حسن ظن العبد بي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونأمل عند الدعاء عند الإفطار ألا ننسى إخواننا المسلمين من تنزف دماءهم ومن يعانون من 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 بأساء وضراء، ألا ننساهم من الدعاء في ظهر الغيب، فهو أقل واجب نقدمه. ونختم حلقتنا بدعاء فنقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. نعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من ليلة السوء ومن جار السوء ومن ساعة السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن الرجاء إلا فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة ومفاجأة النقمة. اللهم اشفينا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وارحمنا وارحم موتانا، ورض والدينا عنا، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، أصلح ذرياتنا وأصلح أحوالنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا ممن تستجيب دعاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا تنسونا من دعائكم كما لا ننساكم بعون الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.